I'm here with Anwar Abahaidra and the Travellers for Peace people. Would you like to say hello to the UK and the rest of the world? No. تحية للشعوب المحبة للسلام. محبي للسلام. أصدقاء سوريا حول العالم. أصدقاء سوريا حول العالم. حول العالم. نوجه لهم تحية. Translate. لكل الأصدقاء. It's a big difference from a few months ago. لا. طبعاً الفرق الكبير من شهر. No shelling. ما في قذائف. الحمد لله. ما في قذائف. في قذائف؟ لا ما في قذائف. ما في قذائف. وهي المنظر هذا بيدل انه الحمد لله عودة الامن والامان لسوريا. شكرا للجيش السوري. شكرا للجيش العربي السوري. الجيش العربي السوري اللي دعمت سوريا. والدول الصديقة. والدول الصديقة اللي دعمت سوريا اللي انتصرت على الارهاب. Soon Syria will be clear of all the vermin. And people. سوريا القلب الاوروبي النابض اولا واخرا والى الابد. الجيش العربي السوري تحية له الآن وغداً وفي المستقبل هو رمز الصمود والتحدي. تصدى وتحدى أمريكا وأثبت للعالم قوته. الجيش الحق، رجال الحق. رحم الله شهدائنا الأبرار أسكنهم المسيح جنانه. والصمود والتحية لقائدنا رمز الصمود رمز العروبي السيد الدكتور بشار الأسد والسيد الأولى أسماء الأسد. نحب نوجه لك كمان تحية رحمة لأرواح شهدائنا الأبرار والتحية لجيشنا العربي المقاوم والتحية لجيش المقاومة في لبنان وأينما وجد. تحية لجيش المصري ولكل من وقف إلى جانب الجيش العربي السوري في هذه الأزمة وفي هذه الحرب العالمية التي تكونت وتسببت على سوريا ولم يستطع أحد أن يهزمنا. شكرا لك. شكرا لكم.